كثير ناس بيسألوني لو رحت على بريطانيا شو أحسن مكان أسكن فيه أو شو أحسن مدينة أو محافظة أسكن فيها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد ناصر أبو يوسف وهي قناتي مذكرات ممرض، نتكلم فيها عن التمريض مهنة العظماء. فلو عجبك العنوان خليك معي للآخر. هاند واشنج، البس الجلوفز، هات الماسك، وتفضل أفهمك شو أحسن مكان تسكن فيه ببريطانيا. باختصار الجواب على هذا السؤال هو أنه السؤال أصلا غلط. لو في مكان في بريطانيا أو مدينة في بريطانيا أحسن من غيرها كان كل الناس تركت بريطانيا وسكنت فيها. لكن أنت لما تقول لي شو أحسن مدينة في بريطانيا على طول رح أسألك من أي ناحية. فأنت برضو جيب ورقة وقلم زي ما احنا متعودين واكتب معاي النقاط التالية. طبعا انت لو سألت اي بني ادم موجود في بريطانيا راح يقول لك احسن مكان في بريطانيا المدينة اللي انا ساكن فيها، لانه ما حداش بحب يطلع حاله بفهمش. اولا الثقافة والتقاليد، حتى في بريطانيا وحتى في امريكا وحتى في كندا بعض المدن بتلاقيها محافظة وملتزمة اكثر من غيرها، احيانا الريف بتلاقيه ملتزم ومحترم اكثر من المدينة، والمدن البعيدة والطرفية فيها احترام وفيها ادب اكثر من العاصمة. فانت ركز على هاي النقاط لما تقول لي بدي مكان ما تختلف كثير الثقافة والتقاليد عن البلد اللي أنا جيت منها. حتى في أمريكا في ولايات كاملة ممنوع فيها تشتري الخمر أو تشربه أو تحمله في الشارع، وفي ولايات كاملة ممنوع فيها بقوة القانون إنك تعيش مع ست تحت سقف بيت واحد بدون ما يكون بينكو عقد زواج، وفي ولايات كاملة ممنوع فيها تشتري الحشيش. صحيح أنه في 12-13 ولاية مسموح، لكن أغلبية الولايات المتحدة ممنوع فيها أنك تستعمل أو تدخل الحشيش. فحتى في بلاد الكفر زي ما بتسموها في أماكن أحسن من أماكن من ناحية الأخلاق. فأنت عشان تريح راسك لا تختار المحافظة أو الولاية، لا تختار المدينة، اختار الحي، لأنه جوا نفس المدينة راح تلاقي فيه أحياء كويسة وأحياء مش كويسة من هاي الناحية. رقم 2 الجو. الجو بارد جدا في مختلف أنحاء بريطانيا، لكن بدك تطلع من نقطتين، أنه كل ما ارتفعت عن سطح البحر الجو أبرد، فحاول تنقى منطقة مش جبلية، وكل ما اتجهت إلى الشمال راح تبرد أكثر، فحاول خليك في أقصى الجنوب عشان ترتاح. رقم 3 وجود بعض المستشفيات المهمة وبعض الجامعات اللي فيها التخصص اللي أنت نفسك فيه. ممكن تطلع على بريطانيا بكالوريوس بس نفسك تكمل الماجستير، ممكن الماجستير هذا مش موجود إلا بجامعة واحدة في كل بريطانيا، وممكن أنت نفسك تشتغل في مستشفى مشهور جدا في بريطانيا، سواء زراعة أعضاء، سواء زراعة نخاع عظم، سواء بعمل علاج كيماوي، أي تخصص مشهورة في بريطانيا أو هي اللي اخترعته أو أحسن مكان في العالم بيقدم هاي الخدمة هو هذا المستشفى، بتروح بتسكن جنبه أو جنب الجامعة اللي أنت حاب تكمل فيها ماجستير أو دكتوراه. من الأشياء اللي ممكن تفيدك أو تهمك نسبة العرب في المدينة أو في الحي اللي أنت راح تسكن فيه. بعض الناس بيقول ابعد عن العرب في الغربة، وبعضهم على الأقل كبداية بحب أنه يسكن جنب العرب، منه بحسش حاله غريب، ومنه برضه بيستفيد منهم، ومنه بتكلم مع ناس بلغته فبيعرفوا شو بده، شو محتاج، شو بده يشتري، وين بده يروح، وبدلوه. لما تعرف توقف على رجليك وتعرف كل إشي في البلد اسكن جنب هنود مش مشكلة. برضه بدك تختار حسب المستوى المعيشي. لندن بالذات وسط لندن غالي جدا جدا جدا، وعشان هيك اللي بيشتغل في لندن إله بدل غلاء معيشة. أغلى منطقة في بريطانيا وسط لندن، وبعدها المنطقة اللي حواليها اللي هو باقي لندن، وبعدها الفرنج اللي هي ضواحي لندن اللي حوالي المدينة. فحاول تبعد عن العاصمة، وحاول تبعد عن مركز أي مدينة، حاول في أطراف أي مدينة أو في القرى، بتلاقي الرواتب كويسة والعيش رخيصة هناك. برضو قبل ما تطلع من بلدك أصلا في أكثر من تطبيق بتقدر تسأل فيهم عن أسعار الشقق وإيجارات البيوت فيها. فإنت ناوي تسكن في منطقة معينة أو في قرية معينة، ادخل على اي تطبيق او موقع على الانترنت وشوف معدل اسعار الشقق، وبتقدر قبل ما توصل بريطانيا اصلا تدفع سلف شهر او شهرين وتكون مأمن سكن من اول يوم. برضو بدك تسأل المكان اللي انت فيه او البيت او الشارع اللي راح تسكن فيه قريب من اماكن التسوق، قريب من المستشفيات، قريب من المدارس، قريب من الجامعات، قريب من المرافق العامة. اهم اشي في لندن خط المترو، لانه المسافات بعيدة ومعظم تنقلاتك راح تكون بالقطار الى ان يصير عندك سيارة خاصة، فبدك ما تكون بعيد عن المترو. برضو النقطة اللي بعديها سهولة المواصلات إلى شغلك. ما تروح تسكن على قمة جبل أو في منطقة دائما الثلج مسكرها، أو في منطقة التاكسي ما بيرضى يوصلها، أو في منطقة بعيدة جدا جدا عن القطار أو خط المترو. برضو عدد السكان له دور،
يعني لا تسكن في مدينة أو محافظة عدد السكان فيها كبير جدا، خصوصا إذا كنت متزوج وراك عيلة وبتدور على دخل كويس يكفي هاي العيلة، لأنه عدد السكان الكبير يعني اكتظاظ أكثر، ازدحام أكثر، وقت أطول من بيتك للشغل ومن الشغل لبيتك، يعني جريمة أكثر، يعني لما تنتظر على أي طابور في البلد راح يكون انتظارك أطول بكثير، يعني لما بدك تدور على أي شغل المنافسة أكثر والستاندرد اللي بطلبه أعلى بكثير، فمش أي واحد بيقدر يلاقي شغل. فريح راسك واسكن لك في مدينة كل فيها 200 300 ألف، أو في قرية كل فيها 1000 2000 واحد، وظلك في نفس المكان طول العمر وانسى. شو في نقاط نسيت أذكرها في هذا الفيديو اكتب لي تحت بالتعليقات، ولو عجبك الفيديو لايك للفيديو واشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا أول بأول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.